خدي بالك عالكة عالكة؟ بتعرف شو بتعمل عالكة؟ بالون صح. والبالونات بعدين شو بصير فيها؟ تفقع. تفقع مزبوط، مثل أي مشكلة بتصير معنا. تكبر 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 المشكلة بعدين بتفقع بتصير صغيرة. أنا كثير بحب هذه العلكة لأنه أمي كانت تشتري لي منها بس كنت صغيرة. هيك بتذكرني فيها، بحس بريحتها، بحس إنها هي على طول حبة. بتعطيني قوة، بطل خاف من شيء، آخر هم كل شيء.